أنا من وطن، من مملكة، نحترم الآخرين ولا نتدخل في شؤون الآخرين. الجمهور المغربي جاء إلى مهرجان تطوان ليستمع فنا وليست لأخبار أو آراء سياسية. نحن نحترم مشاكل الآخرين، فأموركم أنتم أدرى بها ولسنا نحن. نحن جئنا فقط، أو جمهوري، جمهور المغربي، جمهور بلدي، جاء ليحضر فنانة لديها صيت عربي ولديها أغاني جميلة، فكانت المفروض أن تحترم ذلك الجمهور وتغني، ولكن إذا تعدت الحدود فتطرد. كل فنان عربي أو أجنبي يأتي إلى أرض المملكة ويتدخل ويبدي بآراء سياسية يطرد، لأن تلك الآراء مكانها مؤتمرات صحفية، منابر إعلامية أخرى، خشبة المسرح للغناء فقط. أمال ماهر من مصر جاءت إلى تطوان وغنت يوم سابق قبل شيرين، وأدت أغانيها بكل حفاوة وترحاب. الأبراشي يجب أن تعتذر من المغاربة ولا تتدخل في شؤون بلادنا، ويجب أن تحترم حكومة بلدي. حكومة بلدي تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وإذا كنا إخوانيون فلنا الشرف أن نتمثل بإخوان، فالإسلام هو ديننا. أحلام تلعب أو تريد أن تثبت أن هي دائما على حق ومصدر حق، وأنها أنصفت شفيق في رفضها أو اعتذارها منه لأنه لا يملك صوت. والغريب في الأمر التناقض في إبدائها، أنها مثل ما قالت مش فاضية أنها تتابعني، مش فاضية أنها تشوفني، ولكن شافتني عن طوني خليفة. كيف فنانة لها نجومية وتعتبر نفسها ملكة الغناء العربي على حد قولها، وعندها برنامج مشهور وحفلات وأعراس، وتتابع شفيق نيبو خصيصا، ثم تقول أنه لا يملك صوت؟ أنصحك يا أحلام أن تستشيري بدكتور متخصص في السمع، وأرد عليك بهذه الأغنية من أغانيك الجميلة التي كانت من بداياتك. تدري ليش أزعل عليك؟ أنا أعشقك وأموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، انكسر قلبي واجيك. تدري ليش أزعل عليك؟ أنا أعشقك وأموت فيك، لو تفارقني ثواني أكتئب وأكره زماني، لا تخليني عاني وانت في قربي شريك. تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ انا عشقك واموت فيك. طوني يا خليفة، الإعلام اللبناني المشهور، أليس من العيب أن تأتي بي من المغرب مرورا عبر تركيا إلى بيروت لتستضيفني لأقول الحق، لكي ينصفني الناس في حلقة مصيرية وأغني أمام الملأ، وفي الآخر أكتشف أنك تعمدت في تنشيز صوتي؟ حتى إن لم تكن متعمدا، أليس من المفروض أن تعتذر أمام الملأ أن هناك خطأ تقني؟ حتى في طريقة طرحك للأسئلة، عندما كنت تسألني في البرنامج وتقول لي لماذا تريد أن تغني، وأنا أقول لك كان اختيار الجمهور هو من أيدني، وأنا لم أكن أعرف أن تلك الأسئلة الخبيثة كان وراءها أسرار. تلعب لحساب من؟ لحساب مصر، بحكم أنك تقدم برنامج هناك، أو من دفع لك؟ أنا ما أعرفه أن الإعلام النظيف، الإعلام ذو مكانتك الإعلامية، تخولك أن تكون صادقا بكل التفاصيل، ولكن أخذلتني وصدمتني بطريقة تصرفك هذا. حتى في اليوتيوب عندما قمت بتنزيل حلقتي، هو بطبيعة البرنامج تقوم بتنزيل فقرات، فقرة فلان، فقرة فلان، لكن فقرتي أثناء اتصال حلمي بكر تم تعتيمها، ولقد حققت نسبة مشاهدة لم تحققها مع أي نجم عربي في حياتك.
واليوتيوب يشهد على هذا والأرقام تشهد على هذا. ولذلك أقول لجمهور برنامج للنشر ولكل المغاربة، عندما غنيت لك بهذه الطريقة كان المفروض أن يكون صوتي بهذا الشكل: وصفوا للصبر لقيت خيال، وكلام في الحب كلام في الحب، أدوب أدوب انقل، أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل، تراريرارا أمل، تراريرارا أمل. حنان عيب يا طوني. بغيت نقول الإعلام والصحافة المغربية الإذاعية والسمعية والبصرية، إمتى غتبغيو بعضياتكم؟ إمتى غنبغيو بعضياتنا؟ إمتى حنايا غنديرو الشان ريوسنا؟ إمتى غيجي الوقت حنايا غنكونوا متابعين وليس تابعين؟ امتى غنشوفوا المسلسلات والاغاني المغربيه كتعرض في التلفزيون المصري او في المهرجانات اللبنانيه او الخليجيه؟ امتى غنلقاو الفن ديالنا يحترم؟ البنات ديالنا كيبغيوهم بزاف، كيستقبلوهم باحسن استقبال، ولكن الدراري ديالنا ما كيستقبلوهمش. ما تفرحوش بزاف هادوك اللي ربحوا جوج في برامج ديال المسابقات، اعطوهم فرصه 3 سنين 4 سنين، ولكن كيعطوهم اغاني رديئه اللي ما غتوصلهم فين. كونوا اذكياء شويه، كونوا عندكم واحد العزة ديال النفس، تبغيو بلادكم. ما غنقولش الجميع، كاين إعلام، كاين صحافة اللي عندها الغيرة على بلادها، سواء المرئي أو الإذاعي أو ولكن كنتمنى هذا الشيء يشمل كل شيء، كل القنوات وكل الإذاعات. الفن المغربي هو أولى بأن يظهر فنه وموهبته ونصدر الفن ديالنا إلى العالم العربي أو للعالم الأجنبي. كنقولوا بأن الغرب هم عنصرين، بالعكس أنا بالصدف كنشوف شحال تكرار وميرا كنشوف اعمال مغربيه كتدع في قنوات اجنبيه، في المقابل عمرني ما شفت عمل مغربي كيدع في الاعلام العربي. علاش؟ هادشي حنايا اللي دايرينو بيدينا. خصنا نبغيو بعضياتنا ونقدموا الفن ديالنا ويدنا في يد بعضياتنا باش ننهضوا بهذا الوطن. وتحت رعايه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، دائما المغرب يكون القدام، ماشي حنايا دائما البلد المضياف. فعلا نكونوا مضيافين نرحبوا بهم، ولكن المعامله بالمثل. الا ما كانش معامله بالمثل انا ما غنوصل حتى لشي حاجه. وناخذوا العبره من تركيا كيفاش نشرت الثقافه ديالها من خلال المسلسلات ديالها اللي طاغيه ومسيطره على القنوات العربيه.